اهلا بحضراتكم من جديد، وطبعا بنتكلم عن منتخبنا الوطني، والنهارده مباراه مهمه جدا مع المنتخب الجزائري على صداره المجموعه. الامور كلها متشابكه، النقط، فرق الاهداف، حتى قواعد اللعب النظيف، كلنا متساويين ما بين مصر والجزائر. النهارده ممكن مباراه لو خلصت تعادل سلبي، الانذار هو اللي يخليك اول ولا تاني. في تفاصيل كتيره بخصوص هذه المباراه، لكن طبعا كان في مؤتمر صحفي لكارلوس ساكيروش ومحمد الشناوي قبل ساعات من مباراه مصر والجزائر. تعالوا نتابع مع بعض أبرز تصريحات كارلوس ساكيروش ومحمد الشناوي، ثم نشوف مع بعض الترند المحلي وأبرز العناوين اللي موجودة بخصوص استعداد منتخبنا للقاء الجزائر. نتابع. نحن نتطلع إلى هذه المباراة، ستكون بالتأكيد مباراة مثيرة وجذابة لمشجعي كرة القدم. أعتقد أن كلا الفريقين موجودان هناك من أجل النرد في ربع النهائي، هذا ما نحن عليه. سنحاول تقديم أفضل ما لدينا غدا كما هو الحال دائما، وبالطبع التفكير والتحضير للمباراة الحاسمة والمهمة في ربع النهائي. طبعا المباراة طبعا هتبقى مباراة كبيرة بين منتخب مصر ومنتخب الجزائر. اكيد طبعا بتبقى مباراة، زي انا قلت امبارح بعد الماتش، اول امبارح بعد الماتش قلت ان هي نهائي مبكر. ان شاء الله يا طبعا هم طبعا زي هم بيحترمونا، احنا بنحترمهم، وان شاء الله نعمل مباراة كويسة بكرة، ونركز على الحاجات، التفاصيل الكوتش هيتكلم معانا فيها، وان شاء الله ننفذ زي الماتشين اللي فاتوا بالظبط يعني، وربنا يكرمنا كده ويمعانا التوفيق بكره ان شاء الله. اهلا بحضراتكم من جديد، ودي ابرز تصريحات للشناوي وكارلوس ساكيروش قبل مواجهه الجزائر. طب تعالوا نشوف مع بعض كده جوله من خلال صفحات السوشيال ميديا ايه اللي بيتقال قبل مواجهه مصر والجزائر. اول حاجه معايا الصفحه الرسميه للاتحاد المصري لكره القدم، بيتكلموا على اجتماع لكيروش مع اللاعبين قبل تدريب تنشيطي. النهارده في اجتماع مع اللاعبين كان صباح اليوم، عقبوا اداء تدريب في القاعه المخصصه بمقر الاقامه قبل الفريق ما يتناول وجبه الغداء، وده جزء مهم جدا بيبقى حريص عليه دايما كارلوس كيروش قبل المباريات في الفتره الاخيره. طيب نروح كمان لحساب في الجول على تويتر، وبيتكلموا على ان قمه عربيه لحسم الصداره مصر والجزائر، الفراعنه يسعون لكسر سلسله اللا هزيمه للمحاربين، فمن سيتربع على عرش المجموعه الرابعه؟ الفراعنه والمحاربين. طيب اليوم السابع بيقولوا قبل مواجهه الجزائر ماذا قدم الفراعنه في كاس العرب؟ خمس مشاركات في اعوام 88 و92 98 2012 و2021. مصر لعبت في بطولات العرب او كاس العرب 17 مباراه، فزنا في 8، تعادلنا في 7 مباريات، خساره في مباراتين، سجلنا 32 هدف واستقبلنا 21 هدف. وحسام حسن هداف الفراعنه برصيد 3 اهداف، وابرز هدف ليه كان في البطوله العربيه في النهائي امام المنتخب السعودي في البطوله اللي اتلعبت في روسيا عام 92، كان هدف ولا اروع للعميد حسام حسن. اروح كمان لحساب في الجول بيقولوا انتصاران تاريخيان للفراعنه، وتعادل في عدد مرات الفوز، نتائج اخر 7 مواجهات بين مصر والجزائر في مختلف البطولات: 4-0 لمصر، 1-0 للجزائر، 2-0 لمصر، 3-1 للجزائر، دي كانت مباراه على ملعب مصطفى تشاكر في تصفيات كاس العالم، 2-1 للجزائر، 1-1 و5-2، ده أكبر انتصار لمصر في السنوات الأخيرة. نروح كمان للمصري الرياضي، بيتكلموا على إن كروش بيفاضل بين 4 لعيبة لتعويض غياب أفشة في مباراة مصر والجزائر. غالبا ممكن يبدأ بمروان حمدي ومحمد شريف وأحمد سيد زيزو في الجزء الأمامي أو مصطفى فتحي، لكن ثلاثي وسط الملعب لا خلاف على عمرو السولية وحمدي فتحي، وممكن كمان يدفع بأيمن أشرف في نفس المركز اللي لعب بيه المباراة السابقة، وأيمن من اللعيبة صراحة اللي بتأدي في أي مكان، لعيب جوكر ومهم جدا لأي مدير فني. نروح ليلا كورة، وبيتكلموا على محمد الشناوي حامي عرين منتخب مصر، يدخل مباراة الجزائر بشباك نظيفة، لم يحرص في أي هدف في مباراة لبنان وأيضا السودان، وإن شاء الله النهاردة نطمئن الأول على سلامته ويكون جاهز، وفي نفس الوقت كمان ما تكونش فيه أي أهداف. نروح للمشاركات.